الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. إن هيك أوبات ركن سين أغمى سين إسلام أمنا إن بقواسها رمضان. الصيام ينقسم إلى قسمين. إن بقواسنا باغي صيام مقدوع. فرض ونفل. فرض من واجب ومن سين نافلة. من الفرض صيام رمضان. دينها من فرض هو واجب أمنا إن بقواسها بلن رمضان. يجب أن يصوم رمضان من أذان الفجر إلى أذان المغرب في كل يوم من أيام رمضان. واجب كان يمك بؤسا دين نمانا ها أذن سين فجر سنبيل با أذن سين مغرب أدلو يدتو هلوم سين بولان رمضان إذا كان قادر على الصيام. أما العاجز عن الصيام هذا يطعم عن كل يوم مسكين أمي يدتو هم بانسا يتصدق عن كل يوم مسكين أمي يدتو بانسا وبا ما كغاوسا إن مك بؤسا سبانسا وبا ما دين يكغاوسا مك بؤسا نهينا ونيا مك ديهن نجسيا مك سرح كسيها مغا مسكين والله أعلم.